بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في مثل هذه الأيام، أيام شهر رجب، وقد انتهينا من اليوم 15. انقضت على أي حال أيام شهر رجب ونصفه قد انقضى، ونحن في واقع الحال كثير من الأحيان تمر علينا الفرص ولا نستغلها، وهذه الفرص ستكون علينا حجة يوم القيامة. أيها الإخوة، هنيئا لمن أحيا ليلة النصف من رجب، وهنيئا لمن صام وصلى ودعا وعمل أعمال يوم 15، وأعمال هي كثيرة، على رأسها زيارة أبي عبد الله الحسين، وهي تسمى بزيارة الغفيلة، لغفلة الناس عن ثوابها وفضلها. على أي حال، انقضت والساعات لا تعود، وعقارب الساعة كما يقال لا ترجع إلى الوراء. العمر ينقضي والزمن ينقضي، والفرص أيضا تفوت. الذي أود أن أقوله اليوم في هذه الدقائق الأولى من هذه الحلقة أنه، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، آيات كريمة تتحدث عن أنه الإنسان يمكن له أن يعوض، يمكن له أن يجبر ما كسر، وأن يرمم ما خرب. أنا أخرب كثيرا ولكن أكو فرصة للترميم. أنا أكسر كثيرا ولكن أكو فرصة أن تجبر الكسر. هذه الفرص رب العالمين أعطاها لنا بكرامته، بلطفه علينا، وإلا إحنا ما نستحق إنصافا أن تعطى لنا الفرص. هذه لطف من الله سبحانه وتعالى. الطالب اللي ما يقرأ عدل، الطالب اللي ما يجد ما يجتهد، هو الامتحان الدور الأول كافي، امتحان الدور الأول يكفي. من قرأ وينجح، ومن لم يقرأ على أي حال يسقط. ولكن على دوائر التربية والجهات المسؤولة تتفضل على الطلبة بإعطاء دور ثاني. هذا الدور الثاني أنه يا أخي يا ولدي يا ابتي، هذه فرصة جديدة، تفضلي اقري، تفضلي اقري، تفضلي على أي حال اجبري الفشل اللي صار. فوجود امتحان الدور الثاني، والآن للأسف بعض الحين الدور الثالث هم يجعلون، هذا الدور الثالث شنو بعد؟ هذه كلش حسب تعبيرنا النطيحة والمتردية، الفاشل ما أدري الكذا، هم خلينا ننجحها. هذه فرص، بس احنا في هالقضايا هذه بعض الأحيان إعطاء الفرصة لمن لا يستحق الفرصة جريمة. أكرر، إعطاء الفرصة لمن لا يستحق الفرصة جريمة. الإنسان اللي عليه حال مجرم، قاتل، داعشي، إرهابي، ننطيه فرصة، هذا بحد ذاته جريمة. لابد أن ماذا؟ لابد أن تطهر الأرض من المجرمين. ورب العالمين في القرآن الكريم يبين على أنه الذين يعيثون في الأرض فسادا، الذين يعيثون في الأرض فسادا، جزاؤهم شنو؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا. إيه نعم، ليش؟ لأن هؤلاء المجرمين وجودهم مفسدة، فإعطاء الفرصة لهم جريمة، إعطاء الفرصة لهم جريمة. ولذلك إحنا نقول دائما الذين الآن هم إرهابيون ومحكومون بالإعدام في سجوننا وفي سجون العراق لسنين، يأكلون ويشربون ويتمتعون
بالحياة الهانئة أفضل من عندنا نحن، كهربائهم، مايهم، خدماتهم، أكلهم، هؤلاء جريمة أن يبقوا على قيد الحياة، جريمة أن يعطوا فرصة، واقعا جريمة. ونطالب الجهات أنه على حال يطهروا الأرض من هؤلاء، لأن اللي قاتل 200 إنسان ويقول أنا قاتل 200 إنسان ببرودة أعصاب، ببرودة دم، هذا لا يستحق الحياة. فأقول إعطاء الفرصة لمن لا يستحق الفرصة جريمة، ولكن إعطاء الفرصة لمن يرجى منه، إعطاء الفرصة لمن يرجى منه أن يعيد حسابه، أن يعيد حسب تعبيرنا وضعه، يرتب أمره. هنا إعطاء الفرصة في محلها. أنا ابني على حال أوجهه لشغلة ما يعرف، فأعلمه، وأكو مجال للتعليم، فأنطي فرصة. الأب القاسي على أولاده هذا ليس صحيحا، يقول لك قساوتك مو صحيحة، لابد تنطي فرصة. الله سبحانه وتعالى أيضا يميز عباده، يميز عباده اللي يستحق الفرصة واللي ما يستحق الفرصة، ولكن كرمه ورأفته ورحمته ورأفته بالناس أعطى الفرصة لهم جميعا، يعني كل الناس، الفاسدون، المفسدون، الجاحدون، المعاندون، المحاربون، كل هؤلاء رب العالمين أعطاهم فرصة. تفضل، توبوا إلى الله. أقرأ الآيات، شوف الآية شو تقول. من سورة العنكبوت يقول: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يقول لا تتصوروا أنه أنتوا على حال تتغالبون ويانا، وتتصوروا أنه أنتوا شطار، لا، مو هالشكل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اللي مؤمن وينتظر على حال الموت، راح يجي الموت وعلى حال هو خليه يرتب نفسه. شنو يرتب نفسه؟ ومن جاهد، شوفوا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. اللي يغير نفسه هو في الواقع على حال نفع نفسه، واللي يبقى على فساده وعلى مشاكله وعلى معصيته هذا ظلم نفسه ما ظلم غيره. ومن يجاهد لنفسه، بل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله ما يحتاجنا واقعا، الله لا يحتاج أن أكون أنا خوش آدمي، ولا يتضرر إذا كنت أنا مو خوش آدمي، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، الله غني عن كل شيء، ولكن الله يريد مصلحتي أنا. شو يقول؟ والذين آمنوا، يلا وين الشباب اللي هالأيام اللي باقية من رجب يردون شنو؟ يستغلون الفرصة الباقية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، هاي الفرصة، لنكفرن عنهم سيئاتهم. لنكفرن، احنا نبدل السيئات حسنات. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن الذي كانوا يعملون، أحسن من اللي سويته، إحنا نعطيك أجر وثواب. تصلي ركعتين نعطيك أجر مال 1000 ركعة. أنت تصوم يوم واحد من شعبان أو يوم واحد من رجب، إحنا نعطيك ثواب من صام مثلا 1000 يوم. أنت تصدق بدرهم نجزيك بثواب على حال آلاف الدراهم. لولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، لا زالت الفرصة مؤاتية، ونحن إن شاء الله تعالى نستحق هذه الفرصة. فتعالوا أيها الأحبة، ارجعوا إلى الله، اذكروا الله. وهذه الأيام التي الآن انقضت من شهر رجب، الأيام القادمة أيضا ستنقضي،
وإذا نحن لا نقف عند أنفسنا، لا نحاسب أنفسنا، لا نجعل لأنفسنا برنامجا نؤدب به أنفسنا، واقع الحال أحيي الإخوة الطلبة الجامعيين، بعضهم هناك مجاميع يقضون أيام عطلتهم الربيعية يقضونها في المنتديات العلمية وبجوار العتبات المقدسة في دورات تثقيفية. هناك عشرات الجامعيين يتوجهون إلى مؤسسات الدينية في الحوزة العلمية وينتهلون من معارف أهل البيت بمحاضرات، بندوات، بحواريات. أن البارحة في الواقع في جامع الكوفة، في مسجد الكوفة، مجموعة من الشباب الجامعيين في الاعتكاف، عندهم قضايا، عندهم أسئلة، عندهم استفسارات، عندهم شبهات، يطرحونها على الفضلاء من الحوزة، الطلبة المبلغين، ويتلقون أجوبة، يتلقون على حال حوار جميل. هذه كلها يا إخوان فرصة. أنت أيها الجامعي عندك عطلة، بدل ما تروح مولانا فلان مكان وفلان مكان، والله وين رايح؟ روح الأربيل. زين، شو تسوي بأربيل؟ طبيعة الحال ما في هناك على حال ذكر الله، أكو رقص وأكو موسيقى وكذا. والآن طبعا راح يعلقون البعض تعليقات، راح يجي على المقطع أنه سيدنا شو تريد يعني إذا نروح الأربيل نقرأ دعاء كميل؟ أنا ما أقول اذهبوا إلى أربيل حتى تقرأوا دعاء كميل، أنا أقول أنه يكون دعاء كميل مع الإنسان، الإنسان المتدين أتكلم معه. أما الإنسان اللي في الواقع يريد أن يقضيها بالحرام ويقضيها بالأمور التعبانة، ليس الكلام له، كلام مع المتدين. أقول أيها المتدين، أنت على حال دأبك أن تكون إنسان مع الله، وأن تستحضر الله أمامك في أفعالك وفي سكناتك وفي حركاتك. أنا كلامي مع هؤلاء. أما أنه واحد يقول سيدنا، مثل ما البعض يقول شنو في الملاعب الكرة إحنا نجيب رادود، لا، لا تجيب لا مغني ولا تجيب رادود، لا تجيب رادود بس لا تجيب مغني. مغني شنو؟ احنا متدينين، احنا شعب متدين. اذا نريد متدينين نكون متدينين هم في الملاعب وهم في بيوتنا وهم في زياراتنا. متدين متدين على كل حال. اما ساعة ربك وساعة قلبك، هذه ليست فلسفة الاسلام وليست تعاليم الاسلام، وهذه شيطنة. انه تعال تلعب العب، ولما صار العزل روح عزي، وصار الطبيخ روح اطبخ، وراح ما ادري كذا روح اعبد. هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان المؤمن المتدين ان يكون متدينا على كل حال. فانا لما اقول لا تصير مثلا موسيقى واغاني في الملاعب والافتتاحات ما ادري كذا، لا تصير اغنيه، لانه هذا مو هويه الاسلام ولا تعاليم الله ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه واله، بغض النظر انه شيعه وسنه، ما يقبل رسول الله ما يقبله. هذا مجلس له، مجلس له وطرب ينسجم مع أهل الفسق والفجور، مو أهل الدين والتدين. فأقول لا يكون موسيقى. واحد يقول لي ها يعني نجيب إحنا مثلا فلان رادود يقران؟ لا، لا أقول رادود ولا أقول شيء آخر. لا يكون منكر، لا يكون منكر. والأغاني منكر، الأغاني منكر، تقبل أو ما تقبل، فلان مغني يقبل أو ما يقبل، مو مهم عندي. مهم أنه شنو يدعو الإسلام، ماذا يريد منا الإسلام. هذا من يقبل من ما يقبل حسب تعبير أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، يقول مو مهم هذا. والمؤمن يقول كلمة ولا تأخذه في الله لومة لائم، واللي ما يعجبه أقرب على حال شيء يمكن أنه يلجأ إليه ويركن إليه، ولا على حال نعير إليه اهتماما باعتباره أنه ليس من مجموعة أهل الدين الذين نحن نخاطبهم في برامجنا. نعم، عندي متصل، تفضلوا. ألو، السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. سيدي عندي سؤال، هل يجوز أطلع فيزا علاجية لإيران وأسافر، ولكن غايتي أنه أزور الإمام رضا عليه السلام، هل جائز أو بها إثم أو إشكال؟ جزاكم الله خير الجزاء.
يعني الأخ الكريم تعبيره أنه أستخرج فيزا علاجية حتى أروح أزور، يعني تعبيره هالشكل، أنه سيدنا يصير أنا أخذ إجازة مرضية، إجازة مرضية زين وأروح أزور. طبعا إجازة مرضية يعني إذا أنت مو مريض، إذا مو مريض ما يجوزك، شلون تكذب؟ هذا كذب، والكذب حرام، والكذب حرام. وتركك للعمل في هالفترة هذه بدون مجوز شرعي وقانوني، هذا راتبك في إشكال. ولكن الزيارة على حال زيارة، إنسان يروح يزور، بس ليش يزور بطرق غير شنو؟ غير شرعية. عندنا كلمة جميلة تقول لا يطاع الله، اسمعوا، لا يطاع الله من حيث يعصى. الله ما يقدر واحد يطيعه من طريق شنو؟ من طريق الحرام. أروح أنا أسرق برتقالة أنطيها لليتيم خطية، هذا اليتيم يحتاج برتقالة، يقول له أخي أنت سرقت. وبالسرقة ما يصير واحد يكرم يتيم، إكرام اليتيم من مال الحلال مو من مال الحرام. فلا يطاع الله من حيث يعصى. نعم، عندي متصل. نعم تفضلوا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، أمي مطلوبة ضحية، مطينها هايشة وقالي لها الذبحين منعتها أضحية إنه. فهسه أمي مو واحدة مطيها، مطينها 9 أشخاص، يعني 9 هوايشة عليها. يصير أبدل بمكان الهايشة نعجة، وأمي ماتت توفت الله يرحمها، فيصير هسه أبدل بمكان كل هايشة نعجة وأذبحها ضحية؟ واضح سؤالك. أولا أختي الكريمة، يعني ما عندنا وجوب للأضحية، يعني ما نقدر نقول أنه الأضحية واجبة، الأضحية مو واجبة، الأضحية ليست واجبة، إنما في واقع الحال الأضحية مستحبة. أعطوها أضحية لوالدتك، قالت يا بضحيها، وهي ما ضحتها، الآن واجب عليها؟ لا مو واجب عليها. وهذا الأمر اللي أنت تذكرينه لا وجوب فيه، وإنما أمر استحبابي، تفعله جيد، ما تفعله ما يضر، لا يضر شيئا. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عند الوضوء مثلا غسل وجه أكتفي بس اللهم قول اللهم صل على محمد وآل محمد، بدلا من قول اللهم غسل اللهم بيض وجههم تسود الوجوه، لا تسود وجههم تبيض الوجوه. سؤال الأخ أيضا من الأسئلة الواضحة جدا، أنه أنا في الوضوء أكو أدعية مأثورة، أدعية خاصة بالوضوء، يقول أنا أحتاج أنه ماذا؟ أن أذكر الدعاء المأثور بشكل يعني دقيق، واللهم بيض وجهي يوم على حال تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. يحتاج أنا أقول هذا له صلوات على محمد؟ كافي أخي الكريم، هذا كله مستحب. أتريد تتوضأ وأنت ساكت وضوءك صحيح، أتريد تتوضأ وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد وضوءك صحيح وفيه فضيلة، أتريد تتوضأ وتقول هذه الأدعية وضوءك صحيح وثوابك كبير. فهذا يزيد في الثواب وليس فيه أثر في أصل الوضوء. الوضوء صحيح وهذه الأدعية إنما هي مستحبة. واضح حبيبي؟ نعم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودنا جلال احنا سؤال. نعم سؤال تفضلي. عندي جلد، عنده جروب يعني يزلمون النساء يتكلمون. مو واضح. جروب مع النساء او زلم يتكلمون بي، اي وانا ما اقبل بالقرفة، احكي علي اقول له هذا الجروب لا تسحب القرفة حرام، مش يعني ويزوج وينفعل، هل انا حصل حرام بعد كلامي؟ سؤالك على حال مو واضح، بس الاخ المخرج وضح لي، شكرا حياكم الله. الاخت تقول انه زوجي عنده جروب على التواصل الاجتماعي،
فيه نساء ورجال، فيه بنات وأولاد. تقول أنا دائما أتشاجر ويا زوجي أنه هذا حرام، وهاي الجروب بي بنات وولد حرام وما يجوز وكذا، وهذا كلامي صحيح لولا؟ شوفي أختي الكريمة، وجود الجروبات فيها بنات أو أولاد طبيعة الحال، طبيعة الحال في خطر. يعني أي مكان، سواء مدرسة أو جروب أو جامعة أو سفرة أو مجلس، بي نساء ورجال بي بنات ولد، هذا في خطر. ليش؟ لأن الشيطان حاضر، يثير هذا ويخلي ذاك وما أدري يفكر كذا، وذاك يتحرش يصير مشاكل، يعني يصير باب الشيطان مفتوح. فأصل الاختلاط، أصل الاختلاط في هذا الزمان فيه محاذير وفيه على حال مشاكل. أما أنه إذا أمكن أنه الإنسان يجعل جروب، ما يخلي واحد يتداخل، ما يخلي واحد يراسل، هو اللي يراسل، هو اللي ينطي تعليمات، هو اللي ينطي توجيهات، هو اللي ينطي نصائح، والآخرين ما عندهم أي ارتباط ببعضهم البعض. هذا يمكن واحد يمنع الفساد أو يمنع المراسلات البينية. والمشكلة، المشكلة حتى على برامجنا، أنا برامجي لما نفتح باب التعليقات، أهل التعليقات يقومون يتراسلون واحد ويا الثاني، وبعدين حسب لو على حال يتنازعون ويصير مشاكل، لو يصير قضايا أخرى. لذلك التعليقات بشكل عام ووجود أشخاص يتداخلون، هذه فيه باب شيطنة وفيه محذور. فإحنا ننصح الإخوة اللي عندهم هالشكل نشاطات اجتماعية أو نشاطات دينية أن يخلوا جروب الفتيات خاص وجروب الشباب والذكور خاص، حتى على حال لا يصير هذا النوع من الاختلاط المريب. نعم تفضلوا. السلام عليكم شيخ، أنا مو محمد من كربلاء. أهلا ومرحبا. بالنسبة أي شيء إذا ردنا نهديه للميت، مثلا سبح الصلوات، شلون تكون الصيغة مال الهداية أو أي شيء آخر نريد نهديه؟ وشكرا. الأخت تريد تعمل مستحب خيرات للميت، تريد تسوي تسبيحة، تريد تتصدق، تريد تعمل خير، تقول كيف أنوي هذا العمل هدية إلى الميت؟ أختي الكريمة، النية ما بيها فرد صيغة، ما بيها فرد مراسيم وطقوس، نية 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 خلاص. يا أبي ليش أنت طالع بهذا البرنامج؟ قربة إلى الله، هذه نية. أو أنت مثلا ليش سوي هذا العمل؟ أريد أن بروح والدي. النية ليس فيها تعقيد، حتى والله تعال علمني شنو أقولا، أهدي هذه التسبيحة التي أسبحها لروحي والدي المرحوم، ما يحتاج كل هذا، ما يحتاج. فقط في القلب شنو اللي أنت قاصدي؟ القصد هي، القصد هو النية، والنية قصدية، وما يحتاج إلى ألفاظ يقوم بها الإنسان. نعم تفضلوا. السلام عليكم سماحة السيد. السلام ورحمة الله. أنا منتسب من محافظة بغداد وداوم بالبصرة، دوامي 10 بـ10، وبعد مكاني عن مركز مدينة البصرة 40 كيلو، وعدي قرايبي مدينة البصرة بالمركز، فأروح لهم مرتين أقل شيء بالـ10 أيام. فحسبت الدوام السفرات بين بغداد والبصرة 10 أو أكثر، هل أنا من كثير السفر؟ الأخت جنات تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، أنا عندي طفلة صغيرة. نعم. ومن فترة عندي طفلة، أي فترة الامتحانات أخليها يم ماما، ماما رضعتها، يعني ماما، أنا هم عندي أخت صغيرة رضعتها من صدرها، انطيتها حليب بين ماء زيت، حتى يقولوا لي أنت تحرمين على زوجك، صحيح سيد؟ أختك شطتها حليب لو والدتك؟ لا ماما والدتي. ها والدتك شطتها حليب؟ اي 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 رفعتها من صدرها. كم مرة؟ يعني عدد هيك 7 أيام.
بس مرة واحدة بين ما أنا أمتحن يعني ساعتين وأرجع. يعني ساعتين يعني باليوم تضعها رضعة رضعتين وبعدين تتجين تأخذيها توديها مو شكل؟ أي 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 سيد أي. واضح واضح يا جنات واضح. مشكور. أنا خلي أجاوب على جنات لأن سؤالها حساس. شوفوا هذا الكلام صحيح أنه إذا وحدة تأخذ بتها أو طفلها تطيها إلى أمها أمها زوجة تأخذ الطفل تطيها إلى أمها أن ماما تعاي رضعيه لما أمها ترضعه بشكل كامل يعني 24 ساعة ترضعه وتخليه عدة 24 ساعة هذا الطفل يصير على حال رضاعة كامل وإذا صار رضاعة كامل زوجها يحرم عليها مؤبدا زوجها يحرم عليها مؤبدا هذه شنو هذه؟ هذه إذا بقى الطفل عند البيبية البيبية منه؟ أم الأم يعني أم الزوجة إذا رضعته يصير حرام الزوج يحرم على زوجته أوتوماتيكيا إذا كمل الرضاع إذا كمل الرضاع إيش قيد الرضاع؟ بعض الفقهاء يقولوا 15 رضعة متوالية بشروط كثيرة بس الأخت جنات من حسن حظها أنه تخلي بيتها وتروح على حال تمتحن وترجع هاي أمها رضعة رضعتها أو رضعتين رضعتها ولكن ترجع تأخذها لبيتها وتروح للبيت وهي ترضعها رضعات الأخرى هذا ما يأثر جنات هذا ما يأثر يعني إن شاء الله ما بي إشكال ولكن ديروا بالكم لا تخلوا بيتكم عند الجدة لمدة 24 ساعة هي ترضعها كامل ما يصير اليوم والليلة يعني 24 ساعة تخلوها هي ترضعها كاملة هذا في إشكال يعني في خطورة فحاولي أنه لا تخلين والدك ترضعها قل مام لا ترضعها رجاء لسه بيبينا مشكلة واضح؟ نعم أم زينب تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا كثر الله من أفعالك إن شاء الله الله يبارك فيكم سيدنا يعني أريد أشارك بالقرآن الكريم يعني أقدر أجود في صوت عالي؟ أشارك بالمسابقات؟ أي بالمسابقة القرآنية وتجويد؟ أي إحنا هسه إن شاء الله ندرس حوزة تجويد بين الرجال أو النساء؟ لا يعني مثل يلتقي بين برامج بالتلفات واضح شكرا سؤالك شو واضح راح أجاوب عليه قبل ما أجيب على الأخت أم زينب الأخ قال لي أنا أبتعد عن مركز المدينة 40 كيلومتر وأنا أجي أزور أهل يعني أزور قرايبي كل 10 أيام مرتين وعدد سفراتي سفرات العمل وكذا راح أصير تقريبا 10 سفرات بالشهر 10 سفرات بالشهر والأخ عنده تنقلات أكثر من 44 كيلومتر في 10 أيام فهل أنا كثير السفر؟ الجواب نعم أنت كثير السفر وإن كان لابد أن تبين لي بشكل كامل عملك اللي تروح لك كم يوم تبقى فيه وش قيل صار لك أنت ولكن الآن بهالمقدار اللي بينت لي أنت كثير سفر إلا أن يجدد شيء أو معلومة جديدة تجيني قد يختلف الحكم ولكن بهالمعلومات اللي بينتها أنت كثير السفر واضح؟ نعم الأخت زينب تقول أنا أشارك المسابقات القرآنية بالتجويد تدرون بنية وتجود وصوتها على حال فيه ترقيق وترقيق الصوت وترجيع الصوت فيه إشكال فهنا نقول الأفضل لا نقول حرام الأفضل عدم مشاركتك بالتحسين الصوت بطريقة على حال للرجال بين النساء ما في مشكلة ولكن حاولي بين الرجال أن على حال تبتعدي نعم متصل نعم علي تفضل مولاي السلام عليكم وعليكم السلام يا اللي يحرم الزوج شنو حبيبي شلون اللي يحرم البت ترضع حبوبتها يعني الزوج يا والزوج نعم
اللي يحرم. واضح واضح. من يحرم على من يحرم؟ يعني من الزوج. الزوج واضح، الزوج يحرم على زوجته بعد ما يقدر، ما يقدر يعني يعتبر زوج. البنتهم رضعت، الطفلة طفلة، تبقى طفلة، الطفلة تصير طفلتها هي، تصير أختها، أخت زوجته، لأنه أمها رضعتها. تسد التليفون، أنا راح أجاوبك. سد التليفون. شوف حبيبي، هذه الطفلة من تجيبها يعني الزوجة تجيبها لأمها، أمها ترضعها لمدة مثلا 24 ساعة كاملة، والطفلة ما تشرب شيء، ما تأكل شيء، لا شوربة، لا مدري حريرة، لا كذا، بس من الصدر. من ترضع هاي الطفلة من الصدر رضاع كامل، لو 15 رضعة، لو 24 ساعة، من ترضعها هاي الأم الزوجة اللي هي بيبيتها الطفلة، بيبيتها مو، راح الطفلة تصير أخت هاي، أخت بتها، أخت بتها، يعني بتها، بت الزوجة، بت الزوجة بتها تصير أختها، لأنه رضعت من أمها، تصير أختها. لما تصير أختها الزوج يصير أبو أختها، من يصير أبو أختها ما يجوز أن تتزوج بأبو أختها، فتحرم على زوجها مباشرة. هاي لازم سبورة، سبورة أكتب لك أم الزوجة والزوجة والطفلة. لما ترضع هاي الطفلة من أم الزوجة، الطفلة تصير بنت الأم، يعني بنت البيبية. لما تصير بنت البيبية تصير أخت، أخت منه، أخت أمها، تصير أخت أمها. شلون تصير أخت أمها؟ هي بنتها، نعم رضعت من أمها، صارت أخت أمها. من تصير أخت أمها، أبوها يصير على حال أب المن، أب أب لأختي، أب أختي، أب أختي، ما يصير يكون زوجي. على حال هاي المسألة معقدة، لازم أكثر تدققون فيها. فالرضاع الكامل يحرم الزوج على زوجته، يحرم الزوج على زوجته. الزوجة بعد خلاص. أنا خابرني قبل فترة مسكين هذا واحد كان منتسب، بالمرور الله رازقه طفلة، وما أدري شنو، زوجته كانت عندها مشكلة عملية مسوية بالمستشفى، فخلى بنته يم أمها، أم زوجته، وثلاثة أيام هاي الأماية ترضع بطفلتهم. أي ثلاثة أيام ترضع بطفلتهم. فقلت له أخي أنت حرمت على زوجتك، لأن بنتك صارت، بنتك صارت أخت زوجتك، وأنت أبو أختها، فما يصير. يلا حياكم. نعم أحمد تفضل. يا ألو، السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيدنا. سيدنا غير زحمة عليكم، شنو صيغة الرهن؟ يعني الرهن لبيت، أكو يعني صيغة شرعية واحد يقدر يرهن بيت؟ شكرا على اتصالك ورح أبين القضية. شوفوا أخواني. نعم مراد تفضل. يا مراد لا شنو مراد هذا؟ لو منو مولاي؟ بعد الطفل عنك مراد وتكلم. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام طلاب. مولاي الله يعطيك العافية. أريد بدون زحمة، أريد توضيح، توضيح الأب. لا تسمعت شلون؟ أي الآن بينت الأب شلون يصير حرام على زوجته؟ الآن بينت. أحسنت أحسنت. الآن بينت. إيه. حياك الله حبيبي. حياك. يعني الأخ مراد الله يحفظه يسأله على السؤال اللي الآن بينت للأخ علي بشكل واضح. زين أحمد يقول ما هي صورة الرهن للبيت؟ شوف أخي، إحنا الرهن شنو معناته؟ خل نفهم ما هو معنى الرهن، ما هو معنى الرهن. الجواب الرهن وثيقة، الرهن وثيقة. يعني إذا واحد يأخذ دين من واحد، ذاك يقول أنا ما أثق بيك، أنطيني وثيقة ترجع فلوسي. يقول يا أبا وثيقتي إلك مثلا أعطيك ساعتي، أعطيك موبايلي، أعطيك مثلا بيتي أخلي باسمك. المهم الرهن وثيقة دين، وثيقة دين، واضح؟ هذا اللي جاي يصير الآن. والله أنا رهنت بيت، رهنت بيت، ما يصير رهن بيت. شنو يعني رهن بيت؟
والله أنطيه فلوس بدل إيجار وأقعد بالبيت، هذا ما يسموه رهن، هذا ما يسموه رهن، هذا يسموه إجارة، إجارة بطريقة، بطريقة شنو؟ بطريقة القرض. يعني شلون؟ كأنما هالشكل، اسمعوا جيدا إخواني، كأنما أنا أقول للناس أيها الناس بيتي إيجارة يسوى 500,000 بالشهر، 500,000 بالشهر يسوى بيتي، بس أنا أنطي هذا البيت ب50,000 مو ب500، ب50 بشرط أن واحد يدايني 10 ملايين، فيصير سيصير ماذا؟ إجارة بشرط القرض، إجارة بشرط القرض، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. فأنت تقدر تشي تقول له، قل له أخويا أنا أقرضك هاي 10 ملايين على أن، على أن شنو؟ على أن تأجر لي بيتك، تأجر لي بيتك بسعر رمزي. نعم ما في إشكال، واضح؟ نعم. علي حسين تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. آسف جدا على إزعاجك. تفضلوا. الله يحفظك. سيدنا بدون زحمة عليك، أنا تقريبا صار لي 17 سنة متزوج. نعم. وحقيقة أكو تقصير كلش كبير من زوجتي علي. فحقيقة جربت كل الطرق وكل الأساليب وما فادت. أنا هسه تقريبا صار لي 7 أشهر مقاطعها مقاطعة 100%. بس مو معناته لا كلش طبيعي بالبيت وأضحك وشاقة، بس مالها تقول لي أصل يمها أبد. فهذا الشيء هل دي مشكلة شرعية عليه؟ لأن حقيقة أنا بعد حلقت كاب الجلفية مليت، فقلت أحسن شيء هي حقيقة ويا جهالي كل زينة وبيت بس ويا يبقى الصرف، فهاي إنا لله وإنا راجعون. يعني تقول تقول علي حسين، أنت تقول نعم. زوجتي حبابة مؤدبة مع أطفالي مع بيتي وتخدمني بشكل جيد، بس الفراش نعم. الفراش ما تعطي حقه، الفراش مقصر 100% سيدنا مقصر. فأنت نعم. فأنت هم قلت يا أبا أنا هذا هم ما أريده أصلا، ما أريد، إحنا مثل أخوة وخوات في بيت نعيش وتتربين جهالي، هالشكل بعض صاير. هو هيك صارت بس أنا ما حكيتها، إنما بالتصرف مبين إنه أنا وهي هم مرتاحة، هي مرتاحة يعني لا تقول لك. هي حقيقة أكو بعض المرات يعني تدري زوجة يعني بعض التصرفات مبين إنه أكو شيء يريد يصير، بس أنا أمتنع يعني، بس مو بمشاكل هيك ضحك وشقة، أغير الموضوع. وحقيقة شوف علي حسين رجع، أنت نعم. أنت عازف، أنت ما تريد لو هي دائما تقصر وأنت حسب تعبيرك شزت روحك منها. سيدنا يعني الله يشهد ما بقى طريقة ما جربت، بس هي حجج ها تعبانين ها واضح ها واضح. أنا أريد أقول نعم. أنه أريد أقول أنه التقصير من عندها، وأنت هذا النشوز هي ناشز، يعني يوم اللي ما تعطي مجال، يوم اللي ما تعطي مجال ناشز، بس أنت هذا النشوز قبلته، ها ما يخالف يلا ما يخالف كذا، وأنت انزل نازلت عن حقك قلت خلاص أنا ما أريد. ويوم اللي هي تريد أن أنا هم حسب تعبيرنا أضيع القضية وما أستجيب، فأنت تسأل نعم. أن هالحالة هذه مقبولة من ناحية الشرعية؟ مقبولة من ناحية الشرعية. الشرعية شو يقول؟ الشرعية يقول أنا ما أتدخل في اللي أنتوا راضين عنه، أنت راضي وهي راضي، الشرع شو يقول؟ يقول أنتوا راضين. أما أنت إذا طالب اسمح لي إذا أنت طالب وهي تمتنع، والطالب وهي تمتنع فهي ناشز، لا تستحق لا تستحق على حال النفقة. أما تقول لا أنا طالبت وطالبت وشفت ماكو فائدة قلت خلاص أنت حباب ومؤدب أخليه شوي أطفالي وأنا بس ما أريد، أنا هالسالفة ما أريدها، ويجوز لك أن ماذا؟ أن تتزوج زوجة أخرى أو أنه شيء آخر يمكن لك يعني، وتقول لها قل يا أبا أنت إنسان مقصر في هذا الجانب وأنا الرجال أحتاج إلى على حال إلى زوجة. فيمكن تقول لا سيدنا أنا أفتح على نفسي باب جهنم وما أريد أنا أسوي له مشكلة، هذا يرجع إلى نفسك أنت بعد شلون تدير هاي المشكلة، ولكن من الناحية الشرعية لا إشكال في ذلك. رحم الله ودك سيدنا.
نعم نعم أبو سجاد تفضل. نعم السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام تفضلوا سيدنا. أنا رحت فحوصات إيران على نظري. بلي نعم. والدكتور الدكاترة اللي هناك منعوا علي الصيام. بلي فمن رجعت للعراق هم سويت فحوصات قالوا لا الصوم ما علي شيء. أنا علي من السند على الدكاترة هناك أول هناني دكاترة العراق يقولون صوم والإيراني يقول له الصوم. اي اي انا كررت عليهم الإيراني فوق 3 مرات 4 قالوا ما عليك الصيام ننظرك شبكاتك تعبانة. وانت انت الى اي دكاترة تميل في خبرويتهم واختصاصهم؟ هم دكتور دكاترة هم هناك احسن بالنسبة انهم فوق التخصص الامور عندهم. نعم على اي حال على اي حال. ايه شكرا شكرا ابو سجاد شكرا. شوف نعم زهراء تفضلي. زهراء بابا ألو السلام عليكم. عليكم السلام. العفو سيد بس عندي سؤال. تفضلي. سيد أنا والدتي يعني مجمعة فلوس تقريبا يعني ملايين تقريبا 150 مليون هيجي. بلي. اي بس لم زكية ولا أم خمسة يعني. إيه؟ اي فانت تريد تروح مثلا للحج أو للعمرة بس هي شنو احنا يعني هي عندها أيتام. بني اي يعني وعدها ولد همين اولاد هم زوجتهم اي يعني مثل شلون بهاي الحاله زين تقسم لهم الفلوس. واضح. وعلما هي ما عندها معين سيد هي مثل ما عندها معين. واضح اختي واضح. حياك اوكي اوكي شكرا سيد. ام حسن تفضلي. نعم ام حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك الله يسلمك. سيدنا أنا عندي فد مشكلة ويا والدي صارت بسبب يعني زوجي وابني. بني فد شاجرة ويعني صارت مشاجرة فالتعدي صار من قبل والدي تعرف رجال كبير وأثناء التعدي صار ضرب فأبويا عشان لعني قال لي انتي لا بنتي ولا اريدك وتبرى مني. انا حاولت اهدي الوضع فد يوم يومين ثلاثة اديته خليته هو يرتاح ياخذ وقته. فيما بعدها رجع وكان مسافر رجع انتهزت فرصة رحت له. طبعا بموافقة زوجي بس بدون علم ابني لان ابني طايش اعتبره اني تعرف ولد مراهق اعتبره جيل هالوقت ما يحترمون مثل إحنا أجيالنا اللي كنا نقدر ونحترم. فمن طبعت له باوعني سكت. بعدين طب الغرف تحاول تتقرب منه قل لي أني يعني ما أنتي طبقتي ويا زوجك وابنك وقلت له أنا ما عندي يعني غير بيتي وعائلتي وبناتي. يعني أنا حتى لو جيته يعني أنت وضعك ما يتحملني وأني ما أقدر أقف بيتي هذا بيتي يعني. وبالمقابل يعني ما أقدر أقول له أنت الغلطان يعني مهما يكون هو والدي يعني ما أقدر أقول له أنت غلط تصرفت أو اتبعت أخويا لأن أخويا يعني كان تصرفه غلط يعني تعرف مقام الأب يكون مهما يكون عالي. فأنا سويت سكتت قلت لاني جاية قدام الله وقدام دولة ولدك وأحفادك بين بريدمتي أنا جاية أستسمحك قبل السماحي كان بها أقبل السماحي أنا سويت اللي علي قال لي لا محالي لو لا موهوبة قلت له ليش يا أنا ما عصيتك في يوم وطيتك حالي ومعني ووقع بأزمة يعني وكان دائما يساعدني في وقتها جيت بس أداين منه ورجع لسندني. أم حسن أم حسن. نعم يا أبا. هو جاي طالبك تطلقين زوجك؟ يطالبني بأنه أطبق ويا وأوف بيتي وآئلتي. واضح أشكرك أنا واضح سؤالك كلش واضح راح أجاوب شكرا شكرا. نعم أم حسام آخر اتصال. أم حسام تفضل. أم حسام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أكو مشكلة بيننا وبين أهلهم. بلي. وزوجي من حاجتهم. شلون؟ زوجي ما ماتي أهلي. إيه. والآن أخاف
والله بس أنا من زعلان ولاي أهلي لأن طيحوا مشكلة وخلوا بيعني في يدين هسه يومي على القضاء والهون. فأخواتي قالوا لي حرام عليك تنازلين أمك قبل البيت. أنا أمه ما مصيتي بس هو زميلي علي مو واضح صوته شنو خلي تتكلم معي في بالاربيس لا تخلي على هذا تفضل تتكلم معي. فزلمتي ما يقبل اهلي يطبون للبيت من ما يقبل اخواتي يقول لي حرام عليك هاي صلاتك وصيامك ليش حرام مو زلمتي يقول لي اني كرهت هليك فما اريد واحد يطب البيت لا ترديت رح يشوفين امك بغير بيت بأي مخواتك هاي روحي زوجك يقول زوجك اي واضح حياكم الله واضح تسلم سيد حياكم الله. الاخ ابو سجاد يقول انا عندي فحوصات اجريتها في ايران الاطباء قالوا ما يصح ان تصوم وجريت الى فحوصات في العراق دكاترة العراق قالوا لا يمكن لك تصوم وانا متحير اي التوجيهين هو الصحيح. اخي الكريم حسب الاختصاص اهل الخبرة واهل الاختصاص اذا كانوا في واقع الحال شوفهم متدينين طبيعة الحال اكو اختصاص بس ما يهم الدين وما يهم الصوم لو ما الصوم يقول لك ها صوم لا صوم هو ما متدين ما يعرف أهمية الصوم بالنسبة لك ومع العلم الصوم قد ما يأثر عليك. فإذا كان الطبيب حاذق ولكن يخاف الله مو أنه يقول له لا صوم وهو على حال يعني ما يعتني إلى الدين لا يكون متدين يقول أتحمل حجي أنا أتحمل صومك لا صوم وأنا بذمتي الشكل ده طبيب. تقول ما حصل هالشكل واحد يقول لي لا تصوم علي فأنا شنو أسوي؟ أنت على حال حجي اذهب إلى شخص متدين ومتخصص اللي يحسم الأمر أن تصوم أو لا تصوم. وإذا بعد قلبك متردد جرب الصوم وشوف نفسك. جرب الصوم رمضان أيام الأولى صومه شوف شلون وضعك. إذا وضعك عادي استمر إذا وضعك على حال لا سمح الله ضرر اترك الصوم. أم حسن تقول أنا مشكلتي مع والدها متدخل في مشكلة مع ابنها وزوجها وكذا علي حال وزعلان عليها. أنت ليش علي حال تدافعين عن أهلك ليش تطرحين زوجك ابقي هنا وتركيهم وإذا ما تركيهم أنا زعلان عليك. أختي الكريمة لا يحق للأب اسمعوا جيدا لا يحق للأب أن يطلق ابنته ولا يحق له أن يتدخل في شأن بنته المزوجة. بنت المزوجة وليها زوجها انتهى. لما زوج بنته ولايته خلصت انتهت بعد ما إلى ولاية على بنته واضح ما إلى ولاية على بنته. لذلك نقول لها أختي الكريمة أنت على حال اسمعي كلام زوجك واللي سويتي جيد رحتي قلتي بابا أدت بارك ذمه وأنا ما مسوي شيء هالمقدار كافي ما محللة وما موهوبة مو مشكلة رب العالمين على حال يعرف الأمور ويعلم القضايا. لذلك أنت اللي سويتي كلش ممتاز حافظي على علاقتك مع زوجك حافظي على علاقتك مع والدك باحترام وأدب جزاك الله خير وإن شاء الله يهدي ابنك اللي أنت عبرتي عنه بأنه طايش إن شاء الله يرجع إلى صوابه وإلى طريق الصحيح. أم حسام نفس المشكلة تقول عندي مشكلة أهلي وزوجي زوجي يقول لا تروحين بيت والدتك وأنا ما أريد يعني تشوفين والدتك تشوفيها بس لا تروحين بيت أخواتك وكذا يعني هي تقول أريد أروح أشوف والدتي وصلاة رحم وزوجي يمنعني. فيمكن يا أختي الكريمة يمكن أنه تزورين والدتك بطريقة اللي لا يتأذى زوجك لو أنه شوفيها في مكان أو تتصلين عليها بالتليفون. وليس بالضرورة اسمعوا جيدا ليس بالضرورة الإنسان يعمل عمل ويفعل قضية
اللي تأزم علاقته الزوجية. الزوج مهم الإنسان أن يراضيه، أما أنه أهلي وكذا، نعم بالتليفون بالرسالة بالمجاملة بمقدار حافظ على العلاقة، هذا المقدار كافي، ولا تحاولون أن تأزمون علاقتكم مع أزواجكم، لأنه للأسف بعض الأزواج هم لا يعرفون كيف يتصرفوا فيقلبون الوضع كله، وهذا ليس بصالحكم ولا صالح الأسرة والعائلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل عاقبة أمرنا خيرا. إخواني رجب المرجب، لا تنسوا المؤمنين من الدعاء، خصوصا المؤمنين في سوريا وفي تركيا، هذا الزلزال اللي حصل أنا أعتقد هذا في واقع الحال بلاء وامتحان لنا جميعا، أن نتقي الله، نبتعد عن الحرام، نبتعد عن المعاصي، لئلا يخسف بنا الله الأرض، لئلا تجري علينا ويجري علينا ما جرى على جيراننا. فما جرى علينا في واقع الحال كان كثيرا وزيادة، الحصار اللي مر على العراق كان بلاء مبرما، بلاء كبيرا، وإحنا رجعنا إلى الله، رجعنا نصلي، رجعنا نتأدب، ولكن الآن رجعنا نتمرد. لا يكون البلاء مؤدبنا، لابد أن يكون الدين مؤدبنا، التدين يؤدبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى على الطريق منتبهين وحذرين من مكائد الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.